طيب تعالى بعد كده بقى نبتدي نرسم. اول حاجة نبتدي نرسم اللوب بتاعتنا. عشان نرسم اللوب هعمل كده الحارة زيادة offset 3.6، هعمل حارة زيادة من هنا تمام، وهاجي هنا برضو اعمل حارة زيادة offset 3.6. دي كده الحارة بتاعت التسارع او حارة التباطؤ. بعد كده عايز ارسم بقى اللوب بتاعتي تبقى دايرة تانجنت الاتنين دول. اقوله كده سيركل تانجنت تانجنت ريديوس، هيقول لي اختار المقاس الاول، اختار التانجنت ده، التاني اختار ده، بعد كده اقول له الريديوس سيركل مثلا كان 115، اعمل اهو الدايرة بتاعتي اللوب بتاعتي عملها. هاجي بعد كده اقول له ترم، واقطع بقى الربع الزيادة بتاع الدايرة ده تمام. كده انا رسمت اللوب بتاعتي. طيب هاجي بعد كده اعمل اوفست كده عشان ارسم عرض اللوب 5.5 متر، وهرسم عرض اللوب بتاعي تمام. طب تعالى بعد كده بقى نعمل ترم، حارة زيادة بقى هتقف هتدخل جوه اللوب، نفس الكلام الناحية التانية هنا، هعمل ترم وترم من ده، نفس الكلام هنا كده ترم من ده. طيب ادي كده الحارة الزيادة بتاعتي كملت ودخلت جوه اللوب، لفت كده الناحية التانية تمام. ممكن برضو اجي اعمل كده offset 3.6 الخط ده بس كده عشان اشوف الحارة فين. ممكن اجي اقطع بقى الخطوط اللي تحت دي ترم، اقطع الخطوط دي عشان ما تبانش. طيب انا عندي الخط ده المفروض يبقى داشد وده داشد برضو. طيب هقول له كده ماتش، خلي الخط ده خط لين، والخط ده هعمله عبارة عن خطين بقى، هعمل له بريك بي ار انتر، اختار اي نقطة هنا كده قبل التقاطع بعد نقطة التقاطع، بعدين هقول له كده ايه ماتش لده زي ده. طيب وخلينا برضو نعمل كده ماتش لدول عشان يبقوا زي بعض. طيب نفس الكلام هنعمله على الخط التاني ده كده، تقول له بريك تمام، بعدين هنقول له ماتش. يبقى كده دي الحارة الزيادة اللي هي بتاعت الاكسلريشن، ودي هنا حارة ديسلريشن اللي هيخش فيها جوه اللوب. طيب تعالى بعد كده نبتدي نعمل النارونج او التضييق بتاعنا، نعمله هنا او هنا مش فارقة. هعمل كده لاين بيربنديكولار على الطريق. طيب اللاين ده هياخد منه اوفست 30 متر من الناحية دي و30 متر الناحية التانية. بعد كده اعمل اكستند وامد على الخط اللي فوق. بعد كده ارسم بقى ارك اي انتر، واختار النقطة دي، دي النقطة كده في مكان ما هنا، بعدين اختار اخر نقطة خالص اللي هي هنا. لا لقيتها كده دخلت في الطريق، لا تعالى نمسح الارك ده ونرسمه تاني كويس. اقول له كده ارك النقطة دي، دي النقطة دي، بعدين النقطة دي تمام كده تمام. طيب بعد كده هقول له ترن، هقطع بقى الخط الزيادة ده مش عايزه. يبقى انا كده ابتديت ايه اوسع اللوب بتاعتي واحدة واحدة من 3.6 لغاية 5.5. بعد كده اقول له ماتش تمام، بعدين اقول له ترن مثلا، بعد كده اكستند، امسح بقى الخطوط الزياده دي خلاص انا مش عايزها. طب انا كده عملت الايه التضييق بتاع اللوب. طب تعالى نبتدي نعمل الجزء التاني اللي هو النوز. هنعمله ازاي؟ ارسم لاين كده، او الاول هعمل اوفست 3 متر من اخر حاره دي. طب هيقطع هنا في نقطه، هرسم منها لاين بيربنديكولار على الطريق تمام. بعد كده هعمل منه اوفست 50 متر الناحية دي، بعدين اوصل بقى اللاين بين النقطة دي والنقطة دي. طب خلاص امسح بقى الخط اللي انا رسمته اوفست 3 متر ده مش عايزه، وامسح ده وامسح ده. طيب ونيجي بقى نعمل ترم هنا كده خلاص كده، ممكن برضو نعمل ترم للخط ده، نعمل اكستند كده الخط التاني ده.
كده انا رسمت شكل النوز بتاعتي، اعمل بقى ماتش. تمام، طيب انا كده رسمت اللوب بتاعتي. نفس الفكرة هعمل هنا برضو ايه، هعمل التضييق بنفس الطريقة. تمام، طيب هاجي بعد كده عايز ارسم الرامب بتاعتي. الرامب ممكن ارسمها حاجة من الاتنين، يرسمها كيرف بعدين كيرف بعدين كيرف تالت، او خط بعدين كيرف بعدين خط. طب تعالى نرسم بس الحل الاولاني، 3 كيرفات. هقول له كده اوفست، اخد مسافة من هنا مثلا 15 متر من اللوب. بعد كده اجي اعمل هنا حارة الاكسلريشن دين 3.6 مثلا، هعملها هنا. تمام، طب وهنا نفس الكلام 3.6، امسح بس ده كده. هنعمل برضو اوفست هنا كده 3.6. بعدين بقى تعالى نرسم الرامب بتاعتنا. هقول له كده فيلت ريديوس، الريديوس بتاع الرامب كان مثلا 250، واختار الكيرف الخط ده واختار الكيرف ده. عدد ده بولي لاين، ثواني سوري امسحه، نعمل ده كده اكسبلود، اكسبلود الاول. بعدين اقول له اوفست 3.6، اختار الخط ده وده. بعدين اقول له بقى فيلت ريديوس 250 متر من ده لده كده. تمام، واجي برضو هنا كده اقول له فيلت ريديوس 250 متر بين ده وده. تمام، رسم كده شكل الرامب بتاعتي. طيب هاجي بعد كده هرسم بقى عرض الرامب 5.5 متر الناحية دي، 5.5 متر الناحية التانية، نفس الكلام. هاجي اعمل هنا نفس الكلام ترن. طبعا هيكمل معايا بقى الحارة بتاعة التسارع دي لغاية حسب طول حارة التسارع بتاعتي. يعني مثلا الأول كده تعالى نرسم، الأول كده تعالى بس نرسم ايه التضييق بتاعنا. نرسم لاين كده بيربندكولار على الطريق، قول له اوفست 30 متر يمين 30 متر شمال. بعد كده اكستند، بعد كده نرسم ارك من النقطة دي ونقطة في مكان ما هنا كده بعدين النقطة دي. تمام، طب بعد كده اقول له ترن، اقطع بقى خطوط الزيادة دي واعمل ماتش. يبقى انا كده عملت الايه التضييق التدريجي بتاع الرامب بتاعتي. طب بعد كده عايز ابتدي ارسم بقى طول الاكسلريشن لين بتاعتي. هعمل ايه، هقول له كده اوفست مثلا كان عندي 245 متر، هقول له اوفست كده. انا عندي كده الخط ده، الخط ده الاول هيتعمل له بريك، هقول له كده بريك اكستند، وخلي الخط ده كده ماتش، الخط ده اعمل له زي اللين بالظبط ماتش. طب وهكمل الخط ده هيكمل معايا لغاية امتى؟ هيكمل بطول حارة الاكسلريشن لين. طب طول حارة الاكسلريشن لين مثلا كنت هعملها 245 متر، طب الخط ده طوله قد ايه؟ ده كده عشان اشوف طوله، ممكن اختاره كده واعمل بروبرز واشوف الطول بتاعه قد ايه. الطول بتاعه 32.486. طيب لو جينا كده حسبنا، انا عايز بقى الخط التاني يبقى طوله كام؟ انا عندي ده كده 32.486، لو طرحناهم 245 هيطلع لنا التاني طوله 212.514. فاجي ارسم لاين كده، اخلي كده لاين هنا بربندكلار على الطريق. بعدين هقول له كام، هقول له بقى اوفست 212.514 من هنا كده لغاية هنا. يبقى ده كده اخر الاكسلريشن لين بتاعتي. طب بعد كده يبقى في عندي تيبر اوفست 100 متر مثلا، تيبر تمام. طب هاجي بقى اعمل اكستند كده لغاية الخط بتاع الحارة الزيادة ده، اوصل بقى الخط ده بالخط ده
واعمل ترن الخط الزيادة اللي بره ده مش عايزه خلاص. وممكن اعمل بريك بقى للخط ده، ممكن اجي اعمل له بقى ماتش كده، ماتش، واعمل برضو ده ماتش كده. امسح بقى الخط الزيادة بتاع التيبر ده خلاص، وامسح الخط ده خلاص. فكده باين عندي اهو ان الطريق بتاعي كان جاي، الاكسلريشن لين بتاعتي خد مسافة، نمسح برضو الخط الزيادة ده من اول هنا كده، مشينا مسافة 245 متر، بعد كده عملنا تيبر 100 متر، والطريق رجع تاني 3 حارات بدل 4 حارات. طيب لو انا عايز اعمل نفس القصة دي بس على الانترنس هنا هعمل ايه؟ تعالى بس نظبط الكلام ده هنا ترام، تعالى نعمل التوسعة بالتدريج، نقول اوفست 30 متر الناحية دي، 30 متر الناحية التانية، اكستند، بعد كده نرسم ارك ال3 نقط دول هنا somewhere، هنا مكان ما هنا، ونرسم هنا. نمسح بقى الخطوط الزيادة دي خالص مش عايزها، نعمل trim للخط ده. طيب بعد كده هبتدي اقول ايه، انا عندي مثلا هنا هعمل offset 3 متر، عايز اعمل النوز فهعمل offset كده 3 متر، والله هيتقطع في خط هنا، هرسم منه كده line بيربنديكولار على الطريق. طب عايز اخد منه بقى 50 متر على الكيرف ده، فهعمل ايه؟ هاجي اقول له انا عايز ارسم ارك، ارك، واختار اي 3 نقط على الكيرف ده، يبقى الارك ده بتاعي اترسم اهو. عايز اخلي الارك ده طوله 50 متر، بقول له كده لينسن توتال 50 متر من الناحية دي، بقى الارك ده فعلا طوله 50 متر. هوصل بقى الخط ده بالخط ده، وهعمل ترم للزيادة، وامسح خط الزيادة ده، وامسح ده، وامسح الارك بتاعك. خلاص كده انت رسمت مدخل الرامب بتاعتك، نعمل ماتش بس كده عشان تبين، ادي كده مدخل الرامب بتاعتي اهو تمام. طيب نفس الفكرة بالظبط، عايز بقى تكمل طول الحارة بتاعت الديسيليريشن لين مثلا، كان عندك من النقطة دي، سوري، كان مثلا عندك من هنا كده، عايز اخد بقى طول اللي هو مثلا 120 متر، طول الحارة بتاعت الديسريليشن لين، بس الطول ده على كيرف، فهعمل ايه؟ هرسم برضو اي ارك كده 3 نقط على الكيرف ده، واقول له برضو نفس الامر لينسن توتال، عايز الطول والله 120 متر، اتعمل الارك بتاعي اهو ده كده الطول 120 متر. هرسم لاين كده في اخره هنا بيربنديكولار كده، بعدين اقول له لينسن تاني، عايز ارسم التيبر توتال، والطول بتاعي بقى يبقى 220 متر عشان همد 100 متر كمان فوق ال120. طيب ده كده اخر التيبر بتاعي، هرسم لاين بيربنديكولار كده على الطريق. طيب بعد كده خلاص بقى انا هعمل ترم خط الحارة الزيادة ده اخره لغاية هنا. طيب التيبر بتاعي ده ممكن اعمله عشان هو جاي على كيرف، فممكن اعمله ارك كده كده، تمام. طيب ممكن بقى امسح الكيرف اللي كان موجود اللي انا كنت رسمه ده، امسحه خلاص. طيب وممكن اجي اعمل بقى بريك كده كده تمام، ممكن اجي اعمل له برضو هنا كده بريك، بعد كده اعمل ماتش، امسح بقى الخط ده الزيادة خلاص، امسح الخط الزيادة ده خلاص، ماتش الكلام ده ماتش. طيب كده واضح بقى ان الطريق بتاعي كان جاي، امسح بس خط الزيادة ده، الطريق بتاعي كان جاي بالعرض بتاعه عادي. ابتديت هنا اعمل تيبر واوسع في الطريق بتاعي لغاية ما زودت حارة زيادة، والحارة دي فضلت ماشية معايا لغاية ما الراجل عايز يدخل على الرامب خلاص، وعملت له
نوز هنا هيكمل بقى على الرام ويكمل هيطلع بقى الناحية التانية نفس الكلام، العرض بيضيق بالتدريج وهيكمل بقى في acceleration lane كده، بعدين هيلاقي تيبر ويدخل على الطريق بتاعي. كده انا رسمت الرام واللوب، بس الرام دي رسمتها عبارة عن 3 كيرفات. طبعا انا ممكن اعمل نفس القصة بس ارسم الرام دي عبارة عن كيرف بعدين خط بعدين كيرف. ازاي؟ تعال نجرب نرسمها هنا الناحية دي، نرسم لوب هنا كده الناحية دي. طيب هقول له كده offset 3.6 عشان نرسم اللوب بتاعتي، بعدين سيركل تانجنت تانجنت راديوس، ادي اوبجكت ادي التاني، وادي 115 متر راديوس، then trim. طيب لو ما عملش trim ممكن نختار النقطة بتاعت السنتر دي نرسم منها عمودي على الخط ده، ومن السنتر ده برضو نرسم عمودي على الخط ده، بعدين نعمل بقى trim بعد كده على الخطين دول، نمسح الزيادات كلها. بعد كده ممكن اقول له offset عرض اللوب كام، 5.5 متر. طبعا انا هرسم اللوب بقى هظبطها هنا وهنا بنفس الطريقة، انا عايز بس دلوقتي ارسم الرامب. فعشان ارسم الرامب تعالى ناخد offset كده offset مثلا 10 متر مثلا، ممكن اجي ابتدي ارسم بقى هنا كده لاين من هنا كده خط مايل كده، والخط ده اعمل له اكستند شوفوا هيوصل فين هناك. تمام. طيب احاول بقى اخلي المثلث ده كده قد المثلث ده، فممكن امسك الخط ده كده اجيبه مثلا كده شوية، بالتالي ده كده اجيبه كده شوية، يعني مثلثين كده ايه تقريبا قد بعض. ممكن احرك الخط ده كده موف من النقطة دي خليها بالظبط على الكيرف التاني ده كده تقريبا يعني مثلثين قد بعض. امسح بقى الكيرف الزيادة ده مش عايزه. طيب ابتدي ارسم هنا الحارة الزيادة بتاعتي offset 3.6 ده كده خط الحارة الزيادة. تمام اعمل له كده trim بس عايز اقطعه لغاية هنا. طيب وارسم هنا الحارة الزيادة بتاعتي offset 3.6. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هاجي بعد كده هرسم بقى كيرف بين الخط الحارة الزيادة والخط ده، فاقول له كده فيلت ريديوس الرام بكام مثلا 250، واختار الخط ده والخط ده هتلاقي راح عامل لك الكيرف بين الاتنين بريديوس 250 وتعمل اكسبلود. طب نفس الكلام هنا تعالى كده فيلت ريديوس 250 هعمل لك كيرف هو بين الاتنين بريديوس 250، ممكن تزود بس offset 3.6 الناحية دي. تمام. طب ادي كده الرامب بتاعتك اترسمت عبارة عن خط وكيرف وخط، ممكن تيجي تعمل ماتش الكلام ده ماتش. بعد كده تعالى بقى ارسم عرض الرامب offset 5.5 متر. عرض الرامب 5.5 متر على الناحية دي. تمام تمام تمام. بعد كده اعمل بقى ترن نفس الكلام الناحية التانية انا اعمل ترن. طبعا بقى المدخل بتاع يعني هنا هيبقى عندنا فيه acceleration lane تتظبط، وهيبقى عندنا فيه تضييق بالتدريج نفس الفكرة اللي قلناها قبل كده بالظبط. هنا نفس الكلام هيبقى عندنا هنا في ده مخرج للطريق، فهيبقى عندي هنا في تضييق برضو في النوز. تمام بس ان رسمنا الرامب بالشكل ده او بالشكل ده مفيش مشكلة. سيف بقى الكلام ده.